تعليقا على هذا الموضوع ينضم الينا هاتفيا الاستاذ عاطف عبد الغني الكاتب الصحفي. استاذ عاطف مساء الخير، اهلا وسهلا بك في هذه الجوله الاخباريه. الدوله المصريه كانت سباقه دوما منذ عام 2014 وحتى الان في دعم وتمكين الشباب، ليس فقط في إقامة المؤتمرات المحلية والعالمية للاستماع لمطالبهم وربما الاستجابة إليها لاحقا، لكن حتى في تثقيفهم وتدريبهم وصولا إلى تعيينهم في المؤسسات الكبرى والوزارات وأيضا في المحافظات. كيف تقيم التجربة المصرية فيما يتعلق بدعم وتمكين الشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي تجربة مصرية غنية جدا في تمكين الشباب على أكثر من مستوى، على المستوى تأهلهم أولا، تأهلهم ثم تمكينهم، تأهلهم للقيادة وإدماجهم في المراكز القيادية بشكل عملي في مؤسسات مختلفة للدولة، بعد تأهلهم ويعني إعطائهم يعني التدريب المناسب لهذا الأمر. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية هو مؤمن جدا بفئتين، دايما احنا بنقول الكلام ده، مؤمن بفئتين رئيسيتين في المجتمع ما كانوش واخدين حقهم لمدة طويلة سابقة، هما فئة الشباب وفئة المرأة. صحيح. أو الشباب والمرأة. الشباب اللي هو كان برز دوره بشكل كبير في خلال الثورتين، ثورة 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، كان يعني خروج الشباب وتعبيره عن نفسه في هاتين أو هاتين الثورتين إعلان بأن هناك فئة كبيرة بتهملها الدولة، بتهملها القيادات، القيادة الدولة أو قيادات الدولة، هي فئة الشباب، وبالتالي توجه الرئيس لهذه الفئة بشكل كبير وأعلن منذ اللحظة الأولى إيمانه بالقوة التغيير وقوة الدفع وقوة يعني قوة تنشيط قوة القوى المصرية في شبابها، وإيمانه بأن هذه الفئة العمرية لديها طموح حقيقي للتغيير للأحسن. يعني كانت ثورة 25 يناير جزء كبير منها طبعا بغض النظر عن جزء المؤامرات فيها، لكن في جزء كبير جدا كان الشباب فيه بيطمح بوطن أجمل، بوطن أعظم، بأن مصر تعود لدورها الحقيقي والحجمها الحقيقي ولما تستحقه من مكانة في المنطقة وفي العالم كله. من هنا كان السيد الرئيس منذ اللحظة الأولى مؤمن بهذه الفئة، مؤمن بالتوجه لها وبشكل عملي، وبدأت المقترحات وبدأت الفعاليات بداية من مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ أكتوبر 2016 وما تلاه، يعني من إطلاق عدد من المبادرات والبرامج لتأهيل الشباب، البرنامج الرئاسي للقيادة. أستاذ عاطف، قد يتصور البعض أن مصطلح تمكين الشباب يقصد به تمكين الشباب سياسيا فقط، لكن الحقيقة أن الدولة المصرية كانت حريصة على تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا من خلال المشروعات التي تتبناها الدولة ومؤسساتها المختلفة في دعم وتمكين الشباب من الناحية الاقتصادية تحديدا، من توفير فرص عمل، من دعم المشروعات الشبابية الصغيرة والمتوسطة. بالضبط زي ما حضرتك كده بتقول، وأنا كنت لسه حالا هتكلم على التمكين الاقتصادي، وده شيء مهم جدا، لان الشباب يعني واحد يقبل على في مقتبل العمر، لديه حلم بالزواج، لديه حلم بفرصه عمل جيده، في وقت الدوله بتعمل فيه اصلاح اقتصادي وبتقلل من دولاب العمل في الحكومه وفي الدوله، لان هو يعني هذا يعني كان ميراث متخم وتراث لابد من يعني في عماله زياده، عماله او بطاله مقنعه. وبالتالي كان التوجه للاقتصاد الحر والمشاريع الشباب الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، ده كان مهم جدا ان الدوله تتوجه اليه ويتم تمكين الشباب اقتصاديا في هذا الامر من خلال الامتيازات اللي اتقدمت للشباب اللي تمثلت في كثير من القروض والمنح والتسهيلات. الشباب المصري اللي هو يعني حسب تقديرات السكان الاخيره العام الماضي يمثل حوالي خمس عدد السكان او بالارقام يعني بحوالي 21 مليون نسمه تقريبا. صحيح. الدوله المصريه هي دوله شابه، وبالتالي الدوله تعول كثيرا على هذه الفئه في المجتمع حتى يتم تحقيق متطلبات هذه الفئه ومتطلبات الشباب والمضي نحو وطن العزه والفخر والكرامه، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في تدوينته اليوم بمناسبه اليوم العالمي للشباب. على اي حال استاذ عاطف عبد الغني الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله.